يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أقيمت الصلاة وأنا في البيت، يقول فهل أصلي السنة القبلية لتلك الفريضة؟ إذا أقيمت الصلاة وأنا في البيت، فهل لي أن أصلي السنة الراتبة القبلية لتلك الفريضة؟ أن ذلك داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. بلا شك أنه داخل، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فالدخول فيها بعد الإقامة لا يجوز بالإجماع. أما إذا أقيمت وهو فيها هذا محل خلاف، هل يتمها أو لا يتمها؟ نعم.